بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق محاضرتنا صراحة سيد يعني جاب تعبير وايد حلو ممكن ننطلق من عنده، وهو الجسم السليم في العقل السليم. لها تحديد معين حق العقل اللي هو الذكاء وردود أفعال العقل وأيضا الذاكرة مالته وإلى الآخر. الجسم السليم شنو هو التعبير ماله؟ هل الجسم اللي هو خالي من العيوب من التشوهات، أم الجسم اللي هو ذو كفاءة؟ ذو كفاءة أيضا لها يعني تعبير كبير في هذا الموضوع. نرجع بالنسبة حق موضوع اللي هو متى الإنسان يقدر على حسب المحاضرة يقدر يمارس. خلنا نروح حق الطفل أول شيء اللي هو تقسيمات مالت الإنسان. المولود ذو الشهور أو الأيام الأولى، وبعدها الطفل اللي هو الحضانة، طفل المدرسة، المراهق، الشاب، نقول بعدها اللي هو كبير السن، ولها تحديدات كذلك تفصيلية على حسب العمر. في الستينات متقدم في العمر، اللي هو في الثمانينات ترى يعتبر مرحلة شباب في وقتنا الحالي، ها التسعينات اللي هو الكهولة أو العمر المتقدم، ترى عندك ليه 70-80 تعتبر شاب، شاب بكامل طاقتك بكامل فعاليتك. ونعرف كثير من اللي هو في هذا العمر نشيطين في الحركة في العمل وما زالوا مثلا يداومون. ولاحظوا حتى نفس الشيء لو بتشوفون التجار يداوم الصبح ليل عصر وليل ليل ومخه شقال كذلك، ويوصل للتسعينات وهو في كامل صحته وقواه ويقدر بعد يتزوج ويخلف. فالعمر هني حسب مردودك أنت الشخصي شلون تتفاعل وياه. تبي تعيز مبكر بالكويتي تقدر، تبي تحافظ على صحتك وتكون نشط إلى آخر يوم في حياتك إلى أن سبحانه ياخذ الأمان ما تدري في لأي سبب، والأسباب متعددة. والآن في دراسة اللي هو بالنسبة حق اللاعبين يسمونه الموت المفاجئ، لاعب بكامل طاقته بكامل حيويته بكامل لياقته البدنية تشوفه قاعد يركض بالملعب فجأة طاح ومات، ولها أيضا مسببات وبحثوا فيها. أرجع لي اللي هو أول شيء شلون الرياضة حق الطفل. الطفل حتى في اكتشافات كثيرة تقدر تلعب الرياضة لأنه هني ما عنده إدراك ما عنده إحساس ما عنده وعي، ولكن عنده حركة عشوائية هو لا يحس فيها وغير معرفة بالنسبة له شنو هي فائدة أم غير فائدة في الأيام الأولى والأشهر الأولى. فمثلا في روسيا كانت في منافسات مثلا عندهم حق الأطفال اللي هم يعلمونهم السباحة من الولادة، قطع بحوض ماي وقاعد يعلمونهم السباحة. أنا شفت هذا المنظر بالأمانة وقعدت وسألت وياهم أيام ما كنت أدرس في الاتحاد السوفيتي. أنا عموما خريج الاتحاد السوفيتي بعدين صارت روسيا سنة 93 خلصت الدكتوراه من 85 إلى 93. فشفتهم شلون يحطونهم في أحواض، أول شيء حوض حق اللي هو المرأة الحامل. ليش؟ لأن الطفل داخل بطن الأم معلق يطفو، لما تطفو أيضا هي الضغوط اللي موجودة عليها شوي شوي يتأقلم عليها إدراكيا وحسيا الجهاز العصبي مال الطفل، ولكن أرجع وأقول من غير إحساس. الطفل لا يملك القدرة على التعرف على الحركة، فقط لا غير حركات عشوائية. هم جربوا على أساس أنه يصير عنده شوية إدراك لما يتعلم السباحة شلون اللي هو طريقة التدريب منذ الصغر. الكل يعرف الجمباز يأخذونهم وهم صغار 4 سنوات ويبدأ يعلمه. ليش؟ لأن العناصر الأولى اللي تبدأ عند الإنسان المرونة والإطالة، هذه العناصر المكتسبة يقدر يكتسبها الشخص. في عناصر تصير متأخرة
مثال اللي هو الحمل البدني، في عندنا حمل خاص وحمل عام، اللي هو نقول الجهد المسافات طويلة متى يكتسبها؟ في السن 15 يبدأ يعلمونه، حق مثل الماراثون اللي هو 5000 متر 3000 مسابقات، هذا كله يعتبر تدريب رياضي. فمتى يكتسب الإنسان العنصر؟ في عناصر كثيرة باللياقة البدنية. القوة، القوة كانوا الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية يدربونهم وهم صغار على 12 سنة في بداية سن المراهقة و13، لما اكتسبوا القوة في المقابل شنو صار عندهم؟ تشوهات جسمانية، صار عندهم ما يقدر اللي هو المرونة، المدى التشريحي للمفصل، فمن كبر العضلة ما يقدر يفتح إيده للخارج، فتلقى حتى المعضلين بالنسبة حقنا كتربية بدنية نقول عليهم هذول معاقين. يعني عادة عفوا لما واحد إيده كذي شو تقول عنه وإيده الثانية مفرودة؟ تقول في تشوه في هذه الإيد لسبب ما لما يكونون ثنتينهم، فما بالك لما تطغي القوة على مرونة العضلات أيضا يكسر حتى طوله، وكثير من التشوهات موجودة عند هذولي. فمن كذي ما نقول عليها لعبة، ممارسة كمال الأجسام هذول المعضلين ما تعتبر رياضة دولية، هما ما بينيتهم عندهم اتحاد ولكن غير معرف حق منه اللجنة الأولمبية الدولية، فهذولي خارج على قولتهم نطاق الرياضة لأنهم يتعاطون منشطات، وهذا أحد المخالفات الأساسية في قانون اللجنة الأولمبية الدولية اللي تنظم الألعاب. نرجع حق بالنسبة حق الطفل، يبدأ شوية على قولتهم بالحركة العشوائية مالته فيطفو، بما أن الطفل وهو صغير يقدر يتحمل كمية من الأكسجين زين، حتى لو تشوفه تقول غرقان، لا هو مو غرقان، مسكر خشمه وحلجه، لأن حتى التنفس اللي عنده شنو ما في اللي هو إرادة، يقدر يكتم تنفسه فترة طويلة ما يمنع، فتلقاه يسبح تحت الماي دقيقة دقيقتين ممكن يوصل إلى أن جسمه تلقائيا يطفو يقوم ياخذ هواء. أيضا هذا شنو لا إدراك بالنسبة حق الطفل. إذا عملية التدريب اللي كانت بهذا شو اسمه قال غير مسيطرين عليها، أوكي ممكن يتعلم الطفو، يتعلم شوية حركة السباحة، يبدأ يسبح، ولكن ما نقدر نخرجه كسباح عالمي. في بعض الأمور مثلا في روسيا أيضا شفتها، يأخذون عيالهم يحطونهم مثلا شنو بالثلج، أو يسوون لهم حركات، لاحظ شايفين يمكن فيديوهات يلفون عيالهم بأشكال مختلفة. قلت لك المرونة الغضروفية اللي موجودة عند الطفل إلى الآن ما تأسس بشكل كامل اللي هو المفصل، ما زال غضروفي، فيقدر يتحكم بالمرونة وبالإطالة حق الجسم، فليقدر بحركات معينة مدروسة صحيحة يقدر يحرك الطفل. ننتقل شوية مرحلة أخرى ما قبل المدرسة اللي هي رياض الأطفال، دائما الحركة اللي موجودة عندهم شنو؟ حركة قصصية، يتحرك عن طريق القصة عن طريق الألعاب، هذه الحركة هي بداية الرياضة حقه، يتعرف على الحركة، اتجاه للأمام للخلف، في عندك تزحلق في عندك تسلق، بدأ المفهوم شوية والإدراك أصبح عند منه عند هذا الطفل ما قبل المدرسة، طفل رياض الأطفال. فمن تجي ألعابهم غالبيتها عن قصص حركية توعي شوية تبدأ المفاهيم. طفل المدرسة طبعا المفروض يكون أو غالبية الكل درس وشاف 70-80% من منهج مرحلة ابتدائية والمتوسطة جمباز، إذا تعبير الحركي للكلمة هذه عبارة عن الرياضة الجمباز، الحركة الرياضية المفروض تبتدئ الصحيحة، أعلمه طريقة المشي الصحيح، إلى الآن الكثير يمكن يعثر وهو يمشي، مكرم السامع لو بترفع نعالك ولا جوتيك تلقى مسحك مني ولا مبطط من جدام، عرفت شلون؟ أنت مو متعلم الحركة شنو المشي الصحيحة، وهي المشي شنو هو نقل، أنك تنقل رجلك وتنقل الأخرى، عملية نقل المشي، فهذا النقل غير متوازن غير صحيح، فمن كذي يصير عندك مسحك
على أحد الأطراف، وهذا مستقبلا يسبب لك آلام في العمود الفقري، لأنه قاعد يضرب القدم بشكل غير متساوي. يعني احنا عندنا سبحان الله مرسوم لنا قوس القدم اللي هو المحافظة على الميزان أثناء امتصاص الصدمة، فما تضرب اللي هو شنو الكعب. ففي بعض التشوهات منذ الولادة أو تكون مكتسبة يصير عنده ما في قوس، سيدة يصير، شو نسمي المرض؟ فلات فوت، وهو تفلطح القدمين. وهذا قاعد يأثر على شنو اللي هو العقد اللمفاوية والعصبية الموجودة في باطن القدم، فمن كذي يتعب بسرعة. بالتجنيد شو يحطونه؟ ما يحطونه ميداني، يحطونه إداري. في له علاج، لكن لازم تلحق عليه قبل ما ينمو كامل عظامه، يعني اللي هو لسن 15 سنة. تدريبات تعفي من اللي هو التعب. فإذا محتاج أن أول شيء أمشي بمشي الصحيح والمتوازن. ليش؟ لأن ثقل الجسم إذا تعود على ميزان معين ما يصير في خلل. وأقول لكم عند النساء الحين في خلل أيضا، نفس الشيء من شيلة الجنطة. متعودة المرة أن تشيل جنطتها على كتف واحد، قليل جدا اللي تشيلها مني أو تشيلها مني. فخاصة اللي كانوا يشيلون شوية ثقل زين، يبين عليهم انحراف في العمود الفقري. شوفوا ايش كثر التشوهات قاعد تصير مكتسبة أثناء الحياة وإحنا ما نحس فيها. نوم غلط، قاعدة غلط، وقفة غلط، كل هذا تأثر على شنو؟ قلنا العمود الفقري. وتظهر الأمراض أو التشوهات تدريجيا مو مباشرة، هو مو حادث عشان تظهر الإصابة، لا تظهر شنو مستقبلا. ما تشوف إلا بالكبر، آي ظهري وآي ركبي وآي كوعي وآي شتفي، تبدأ المشاكل. شلون تحافظ أنت على المشاكل؟ إن شاء الله راح نتكلم لما يجي اللي هو في العمر المتقدم. عمر المدرسة طبعا هذا قمة النشاط اللي هو الـ 12 سنة أو الـ 12 مرحلة اللي نمر فيها، قاعد يتطور الجسم، قاعد يكبر، لازم أعطيه تمرينات موجهة، تمرينات مثل انفعالاته. دائما انفعالات نشطة في المرحلة شنو اللي هو المراهقة، إذا يحتاج لها شوية توجيه. العنف اللي موجود أيضا يحتاج له توجيه، غير عن الطفل اللي ما في إدراك. واضح؟ إذا يبدأ التعليم في هذه المراحل، ودائما ندخل أولادنا وإحنا دخلنا أيضا في هذه المرحلة، لأن تقدر توجهها، تقدر أيضا نفس الشيء تنمي اللي هو الحركة. في أي الأبعاد يصير هذا النشاط رياضي تخصصي. ننتقل حق مرحلة اللي هو المتقدمة الثانية اللي هي مرحلة الشباب. خلصنا من المراهقة أو نقول المراهقة المتأخرة، والشباب اللي من عمر 20 ل 30 أو 40. من بعد الأربعين طبعا راح تقل. هذه المرحلة أيضا نفس الشيء، فيها نشاط كامل حق جميع أجهزتك الحيوية، جميع مفاصلك. أيضا نفس الشيء الإدراك تقريبا هني، والإدراك الحسي والحركي بالكامل. يتبقى طبعا كيفية تنمية العناصر الأخرى. إذا أنت متدرب منذ الصغر راح تنمو معك إلى أن فترات معينة ممكن تكمل فيها. فمن كذي عادة الرياضي يقول له أنت رياضي المفروض ما يصير يحصل عندك كذي، ولكن قوة استخدامه وين في متركزة اللي ممكن يعني يكون في تشوه مكتسب من خلال عدم الممارسة. فاللاعبين هني في هذه المرحلة يصير عندهم عدم الممارسة في زيادة الإصابات. شلون يحافظ على الإصابة عاد هذا أو العلاج من عندها. الممارسة مالته الرياضية هني تكون فعالة، يعني أيضا في القمة يبدأ يقل النشاط ماله ويترك اللعب من بعد 30. هني عاد تبدأ الحسبة، إذا هو محافظ ما يترك بشكل مفاجئ، لا يظل يمارس، فيخلي التون العضلي الأكتف اللي هو القوة العضلية مالته ما يتركها على الآخر، تنزل نسبيا بس ما تنزل بشكل اللي هو مؤثر. نطلع حق مرحلة اللي هو السن الأربعين فما فوق، اللي هو ممكن نقول عليها للستين، مرحلة نشطة جدا
بس بالمحافظة عليها. أنت إذا كنت لاعب أو غير لاعب، شلون تحافظ من 40 إلى 60 على نفس الميزان؟ طبعا ممارسة الرياضة بشكل يومي، يومي يعني تصير أحد الوجبات الأساسية. شنو عندك وجبة أساسية كل يوم؟ تنام، تاكل، ممكن تصلي، خليها هذه من ضمنهم وجبة أساسية حتى يستمر اللي هو النشاط مالك، يستمر القوام مالك. في بعضهم بعد 40 يبدأ شنو تدريجياً، حد أنا ما تكلمت بعد شنو التشوهات اللي ممكن يكتسبها أثناء العمل. إذا كان اللي هو وظيفي قاعد على الكرسي، عرفت، تدريجياً راح تظهر مثلاً تشوهات مثل سقوط الرقبة للأمام، تبدأ شوية آلام عنده في الرقبة. وأنا أقول لكم الحين الإصابات المستقبلية الجاية كلها راح تكون شنو، حتى العيال الصغار تلقى كل واحد طايح راسه شيء لقدام مسبة قاعد يطالعون التليفون. أوكي طالع التليفون، ما أقول لك لك تسوي شيء بالمقابل، تحافظ على عدم ترهل العضلات، عدم سقوط الرأس. الرأس فيه وزن 4-5 كيلو، هذا مو شوية. شلون تبي تحافظ على العضلات؟ تحافظ على، أسأل الطلبة عندي أقول لهم كم ساعة تشوف باليوم تليفون، واتساب مثلا، برامج، فيلم، تخيلوا كم قالوا؟ ها؟ هذا تقريبا المينيموم، تخيلوا مينيموم يعني متقطع، بس 8 ساعات ترى مو شوية. ها تخيل أنت 8 ساعات لو نفترض شايل 4 كيلو بإيدك كذي بهالطريقة، هذا بإيدك، بإيدك كذي يعني خلها شايلها كذي 8 ساعات مثبتها، بعد نقول نص ساعة شايل لك وزن 4 كيلو، أنا أتحدى إذا أحد يقدر يشيلها 10 دقائق. فمو عارفين شنو الأضرار اللي ممكن تصير له مستقبليا. قاعد أسأل بعض دكاترة العظام شنو الأمراض اللي قاعد تجيكم، كان يقول كلها شنو آلام الفقرات، من ديسك، من على قولتهم انزلاق قاعد يصير عندهم، من التهاب، من أيضا الفقرة نفسها قاعد يصير عندها مثل تفتت أو خشونة يصير أيضا بالفقرة نفسها، فقاعد تظهر آلام بالذراعين، كهرباء قاعد تطلع مثل ما قاعد نقول كهرباء، الآلام موجودة. هذه سلبيات بسبب عدم ممارسة الرياضة. لو كان إنه يمارس الرياضة يوميا، مع أننا رياضيين يعني قسمنا احنا خريجين تربية بدنية، ها المفروض يمارسون الرياضة، لكن للأسف هم يطالع شنو الجديد، ما يفكر إنه هو قاعد ينجز شيء أو قاعد يسوي شيء بس مقابلة ما قاعد يخلي شنو حماية. هني شلون أمارس الرياضة من 40؟ أنا قلت لك إذا كنت لاعب وتركت الملعب زين، تقوم تمارسها بشكل خلينا نقول القوة أو الحمل التدريبي، احنا نسميه عادة الحمل التدريبي، ايش كثر مدته وايش كثر أيضا الموجة التدريبية مالته. أنا ما أقول لك روح حق هذه الموجة العالية اللي هو الشدة التدريبية القصوى احنا نسميها، في بعدين تي المرتفعة بعدها المتوسطة. أنت روح حق المتوسطة بس حافظ عليها، تحافظ على قوامك، بروز عضلاتك اللي أنت منميهم خلال فترة 15 إلى 20 سنة من خلال ممارستك الرياضة. مشكلة الرياضيين بعد ما يتركون، عندنا مشكلة واحدة، وأنا واحد من الرياضيين، كل شيء كان ممنوع علينا، يعني ممنوع تاكل شكر، ممنوع تاكل كيك، ممنوع تاكل أشياء دهن مثلا فيه ولا الآخر. لما نبطل كل شيء يصير عندنا شنو؟ مفتوح، وجسمنا بالبداية يتقبل بس ما قاعد نحس بزيادة وزننا. مثل الشاب أحيانا تشوفه قبل الزواج يزين عودة، من يتزوج يفتل حزام عنده، شلون؟ قاعد في نشاط مختلف نقول عليه، ممكن نشاط الجنسي، ممكن نقول أنشطة أخرى، ممكن نقول أنشطة أيضا للدماغ سواء اجتماعية أو نفسية أو حتى عقلية، كل هذه مؤثرات. فهو قلت لك النشاط اللي عنده شوية قل، ليش؟ فترة الشباب تعرف ما في وقت محدد، فيتحرك
يقدر ينام بأي وقت، يقعد بأي وقت. أما الحين صار عنده التزام، وهذا الالتزام أيضا قاعد يصير له وهو شاب، مو محدد متى يأكل، ممكن ما يبي غدا ما يبي عشاء، يتعشى بليل نص الليل. والحين للأسف قاعد يطلع تدريب، أيضا نصيحة لعيالكم، قاعد يدربون هذول يفتحون لهم الأندية الصحية بوقت متأخر بالليل ليل الصبح، فيون الساعة 11 و12 و1 و2 و3 و4 الصبح، أربع قولها نوعا ما تو الجسم في بعض اللي هو الأنشطة الإنزيمات تبدأ على قولتهم من جديد تسخن نفسها أول ما تشتغل بالجسم. فنلقى حتى نفس الشيء، لاحظ لما نقوم حق صلاة الصبح شوية يكون في نشاط بالجسم، ولو النشاط بطيء، الإدراك أقليل، لأن الاستيعاب يبدأ بعد نص ساعة الإدراك الكامل. يعني أحيانا تقوم تتحرك ممكن ما تحس شوية بنفسك، تحوش طوفة، تحوش شيء سويت قلت ما هذا، بعده ما في وعي كامل من كذي. الاستعداد شوية قبل الصلاة هذا بعدها من الأشياء المهمة ما أدش فيها. أرجع بالنسبة حق اللي هو النشاط البدني، شنو محتاج هني؟ قلت لك محتاج إنه يكون يوميا، محتاج إنه تحافظ كذلك على سلوكياتك. ليش؟ أنت قاعد تبني حق ما بعد الستين، من الأربعين للستين قاعد تبني ما بعد الستين. أنت بنيت حق الأربعين والستين، إذا بانيهم صح مشيك الجري، إذا كان في هناك وثب أو حجل، أي تمرينات مهمة حق جسمك تستمر عليها. وأقول لكم إن شاء الله شنو بعض التمرينات اللي ممكن نقدر نسويها. فهذه التهيئة خلال هالفترة هذه طبعا نشاطك يبدأ يقل لعشر سنوات، من الأربعين للخمسين، من الخمسين للستين أيضا يقل. شلون تحافظ إنه ما يقل؟ تستمر في نفس الرتم، في نفس الإيقاع، مشيك تحافظ على المشي، إذا كنت من الجري أو السباحة تحافظ، كم أعطي وقت حق نفسك؟ هذا الوقت يعني ممكن يزيد بس ما ينقص. نفترض ساعة باليوم، تحافظ على هالساعة باليوم خلال فترة العشرين سنة وتدريجيا تبدأ تزيدها. العلم الحديث قاعد يقول لك خلي لك من بعد الستين ساعة ونص يوميا. ساعة ونص طبعا الحركة، مو الحركة البطيئة، الحركة اللي هي السريعة اللي توصل النبض ل 120 نبضة، هني القلب يتدرب، القلب يصير نشط. أنت ممكن تضعف قلبك من خلال الأكل وعدم الممارسة والسلوكيات السيئة، لكن تبي قلبك نشط عشان ينشط أيضا بقية أعضاء جسمك، لأنه قاعد يغذيهم بالطاقة، قاعد يغذيهم بالدم المؤكسد. هني تحتاج أن يكون استمرارية. أوكي إذا تبي تعطي يوم راحة هذا مو مشكلة، قلت لك عندك أهم ثلاث رياضات، وممكن الرياضة ما تقدر تتحرك حط لك قاري بالبيت ثابت واشتغل عليه. مهم عندنا بحرش كبرى ما نستانس إلا المسافر برا، زين روح اسبح صيف وشتى، عندنا بحرنا دافي مو بارد، نوعا ما مغلق لأنه مو مفتوح، فروح اسبح. مشي، كل منطقة فيها مشي تقدر تمشي وتحافظ. أيضا قلت لك خصص لك وقت، أفضل وقت ما بعد الصلاة اللي هو عند شروق الشمس، أو حتى بداية من تخلص من الصلاة تقدر تسوي شوية تمرينات قبل لا تطلع على، أو إذا كنت أنت بالساحة، اللي هو التسخين أو الإحماء، مهم جدا. حركات بسيطة، تحريك شوية الذراعين للأمام لخلف اتجاهات مختلفة، تحريك شوية الكتفين، تحريك شوية، تهيئ المفاصل، تهيئ العضلات، خمس دقائق مو أكثر، بعدين انطلق روح أمش. كل يوم روح لك مكان عشان لا تمل، كل يوم حط لك صديق يعني نفس الشعور نفس الإحساس نفس هذا يمشي وياك. هذه أشياء مهمة جدا. بالمشي قبل لا توصل مثلا تعالي بمبتشر اتحرك شوية، أو لما تطلع أيضا اتحرك لك شوية. إذا خلي الحركة عندك دائمة نشطة، متى ما كان جسمك نشط تفاعلك بالمجتمع نشط.
كثير من الرياضات يمكن يحتاجها الفرد بس هو ما قاعد يسويها، مثلا خاصة في الأعمار الحين المتقدمة الحركة عندك قاعد تقل. يمكن قبل كنت ريلاكس مرن، تقدر توصل إيدك، تقدر تحك ظهرك، صح ولا لا؟ الحين يمكن إيدك ما تقدر توصل، فقط عنصر المرونة والإطالة. زين يا أخي مارسهم يوميا ما ياخذ منك شيء، وانت على الفراش قعدت مثل قعدتي على الكرسي، حلو، تقدر تسوي كثير من الحركات. تبدأ ترفع الرجلين لأعلى، هذه واحدة بهذا الشكل، زين، مدة 30 ثانية، يعني نقول 10 مرات، خلي عدهم بالعشر. حطيت ايدك هني وانت جسمك طبعا مو مسوي كذي مرتخي، لا شويه شاده، مطلع صدرك لاعلى، حرك رقبتك مره يمين ومره يسار. هذه الحركه غلط، هذه الحركه لا تسوي. احنا كنا نسويها بالجمباز طلعت لنا شويه الام، شو اسمه. اذا يمين يسار، عدله العشره، للخلف للامام، عدله العشره. كم ياخذ وقت للحين؟ لو 10 هني و10 هني، بعد ما وصلنا 3 دقائق سيد. بعدها ثبت بصبع واحد 10 عدات، 10 عدات، 10 عدات، وتضغط لاسفل 10 عدات. هذا الحين انت كيفت عضلات الرقبه والراس شويه، خليت لك نوع من التوازن، حركت اللي هو جهاز التوازن الأذن الوسطى. أبدأ شوية أحرك الكتفين، قاعد أنزل حق اللي هو الجزء اللي هو العمود الفقري وصدر والظهر، لأن إحنا عادة نقسمه الجزء السفلي اللي من الرجلين من الحوض ونازل، الجزء العلوي من الكتفين، بعدين اللي هو جزء العمود الفقري الصدر والبطن. هالعضلات أحرك الكتفين للأمام ولا الخلف، أثبتهم للخلف وأثبتهم للأمام ولأعلى 10 عدات. كل العملية ما تأخذ منك شنو هالثلاث دقائق اللي قال عليهم السيد. بعدين أبدأ شوية الجذب يمين يسار، ها رافع صدري لا تنسى لأعلى على مهلك وأبطأ ما يمكن، وخلال هالحركة أخذ النفس، وسع كثر ما تقدر استهلاكك الأكسجين، يعني الحيز مال الرئتين. هذه أحيانا عندنا مشكلة لما نكبر نستخدم على قدنا التنفس، لا، خلي الرئتين والحجاب الحاجز هذا المهم، العضلة هذه مهمة قاعد ننساها ما قاعد ندربها. أيضا هذه تدريبات حقها. خلصت أقوم أسوي شغلي 3 دقائق مثل ما تفضل السيد، 3 دقائق وانت على الفراش شو تاخذ؟ احنا قومتنا سريعة، ترى القومات السريعة أحيانا ممكن شد عضلي، ممكن ألم، ممكن نايم غلط، بس ما تدري أنت شون قاعدة فقراتك، وخاصة إذا أنت عندك تشكو من آلام أو تشكو من مرض في سواء الديسك الفقرة، نقوم بسرعة. ولا وإذا نادونا واحد صرخ نقوم بسرعة، لا، حكم على قولتهم جميع حركاتك بعقلك، لا تقوم بشكل مفاجئ. أرجع بالنسبة حق موضوع المشي، أنا خلصت الإحماء اللي هو 5 دقائق وأنا واقف عند السيارة مثلا أو بداية الممشى، أخذ لي على كتر، قلت لك الحركات اللي أنا ممكن أسويهم، نفس هذه الحركات، وأيضا نفس الشيء أحاول أحرك جميع المفاصل. شنو عندي مفاصل؟ عندي أول شيء القدمين، أوقف على أمشاطي وأرجع حاط إيدي هني عشان شو عملية التوازن، ذراعين ثبات الوسط إحنا نقول هني، أرفع الكعبين ارفعهم شوي بالتبادل، ابدا اطلع ريلي كاني قاعد امشي بالمكان، اعلي الركبه اقصى ما يمكن، اقصى ما يمكن حتى لو امسكها، حلو، ايضا للخلف امسكها، اوصل لي اللي هو تقريبا خلصنا مفاصل القدم الركبتين، اي حق الحوض شويه افتح الرجلين او اقدر امرن أو أمرجح رجليني للأمام وللخلف، لأن ثقيل الريل وهذا المفصل قوي محتاج كذلك أحركه، اللي هو مرجحة الرجلين نسميها، سواء البندولية للأمام وللخلف أو إذا كانت على اليمين وللداخل. أكثر مفصل متحرك
اللي هو مفصل الفخذ، يجي بعده منه مفصل الكتف، أكثر مفاصل الجسم متحركة في جميع الاتجاهات. كذلك ممكن أعمل حق الرجل اللي هو دوران، هذا خلصت أنا من مفصل الفخذين. بعدها انتقل حق العمود الفقري، أحاول للخلف وللأمام تقوس أو الميلان، وقاعد أشوف شوية يعني الصلاة شوية عندنا حركة رياضية بس استقلها صح. لما نقوم من قيام وإحنا جايين من اللي هو الجلوس عادة شلون تقومون؟ أشوف الغالبية تقوم وظهرها شنو سيدة، فأنت قاعد ترفع جزء كبير من ظهرك ثقل يعني نص وزنك، قاعد تركز على وين؟ على الجزء اللي تحت. طيب ظهرك صح هو عشان ترفعه بهذا الشكل؟ أحتاج أن أثني ركبتيني وأوقف، أو أراويكم شلون؟ أو سهلة، يمكن سهلة. أنا لما أقوم أحاول أرتكز أكثر على الركبتين والرجلين، يعني ثاني مفصل الركبتين وثاني مفصل الحوض، بعدين أوقف. لا، الجماعة غالبيتهم يوقفون من تحت، شوف يرفع، لاحظ ايش قاعد يرفع ظهره كله على مفصل واحد. زين، الآلام مو بالمفصل بس، الآلام بالظهر تيلك، هذا اللي توقفك عن ممارسة الرياضة. إذا الإصابات، التشوهات، الآلام هي اللي توقفك عن الرياضة. أنت تبي تستمر بالرياضة لازم يكون عندك شنو؟ محافظة.